والحياة كما يقال من رحم الآلام تولد الأمال. المقولة دي كانت نقطة تحول حقيقة في حياة الطالب محمد السويسي اللي من ضعاف البصر وأصبح موهوب في النحت، يعني نحت نماذج تعليمية من الطين لمساعدة المكفوفين. طبعا دقة متناهية جمانة، وهنعرض بكل تأكيد دلوقتي أعماله الفنية الجميلة. حصل على المركز الأول على مستوى العالم العربي لابتكار نماذج تعليمية للمكفوفين لتوصيل الفكرة بداخل المناهج الدراسية، خاصة فكرة المجسمات اللي بتساعد في توصيل المعلومة بنسبة 65%. طبعا ده بالنسبة للكفيف. عايزين نتعرف على رحلة محمد السويسي من المعاناة للاحتراف في موهبته لمساعدة الطلاب. هو معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا فنان. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ المشاهدين. يا اهلا بيك يا محمد. محمد، يعني احنا شفنا بعض الاعمال في اتقان شديد جدا وفي دقه متناهيه في المنتج اللي انت بتعمله والعمل الفني الرائع، لكن عايزين نعرف ونعرف الساده المشاهدين سبب توجهك لاحتراف هذه الموهبه والتركيز عليها بشكل خاص. الموهبه دي والله يا فندم كانت هي مصدر سعادتي وهي مصدر البهجه بالنسبه لي، و حب تنفيذ الموهبه دي بالذات مش علشان اوصل معلومه لنفسي، بالعكس ده عشان اوصل معلومه لصحاب القلوب المنيره، هم دول بجد اللي لازم ان احنا نهتم بيهم ونساعدهم. طيب قول لي، طيب يعني الحقيقه واحنا بنتابع معاك ازاي قدرت ان انت تركز على الموهبه دي وتنميها بهذا الشكل المبهر الحقيقه، برضو اكيد مهتمين نعرف انت ايه، يعني ايه اللي كنت ايه العوامل اللي كنت مهتم ان انت تشتغل عليها او تنميها؟ هي دي الفكره، ان انا حابب ان نستخدم التين الاسواني في مراحل التعليم لشباب ذوي الهمم، لان النحت بيبقى اقرب صوره للكفيف ان هو يقدر يوصل للحاجه اللي هو بيعتمد عليها في التخيل، او بتخليه ان هو يوصل لمرحله كبيره جدا من السعاده ان هو شاف حاجه او لمس حاجه كانت مفقوده بالنسبه له. فده بالذات اللي خلاني اضغط على نفسي واكمل واهتم ان انا اكتسب خبره كبيره جدا، حتى المعلم بتاعي ما بخلش عليا لما ادهالي علشان يخليني بصوره كويسه. طيب ده شيء جميل جدا، لانه ما فيش شك زي ما انت ذكرت كده الدراسه بالنسبه للكفيف بتعتمد على التخيل، وهو لو في حاجه ما شافهاش قبل كده فمش هيقدر يتخيلها، لكن هذه المجسمات والمنحوتات اللي انت بتعملها بتساعد بشكل كبير جدا على التخيل، ودي حاجه جميله جدا. واحنا شايفين الدقه في هذه المنحوتات، مين كان بيساعدك بشكل اكبر عشان هذه المنحوتات تخرج بهذا الشكل، ولو انت بتعمل ورش كمان لتعليم الناس؟ هو كان في البداية كان الدعم الأول كان أمي وأخويا، كان هم أقرب الناس ليا في الوقت ده، وهم اللي كان بيساعدوني إن أي مشكلة تواجهني لا كمل، ما توقفش، ما تسمعش للناس، خليك مقتنع إن الشيء اللي أنت بتعمله هو ده الصح، هو ده أول خطوات النجاح. غير كده مدرسيني ومعلميني جوه مدرسة النور المكفين اسكندرية، هم مش بالنسبة للطلبة حد بيخش يدي ساعة حصة ويخرج، لا خالص، ده في اهتمام، في حب، في رعاية كبيرة جدا، في ان المعلم اللي قدامي مش بيبخل عليا انه يوصلني المعلومة كاملة، بس هو بيقدر يعمل اللي ربنا قدره عليه، غير كده ما فيش حاجة بإيده اللي هو يعملها. محمد، يعني ممكن حد يقول كان ممكن تفكر في طريقة ممكن تكون حتى أسهل لك عشان تقدر حتى لو عايز تساعد يعني ذوي الهمم، بس عايز أعرف منك ليه اخترت تحديدا النحت بطين الأسواني؟ اللي خلاني اخترت النحت هي كانت فترة صعبة جدا عليا، بحيث ان انا كنت محتاج ان انا اعمل اي حاجة في الدنيا من اجل اللي يكون عندي مصدر دخل. ابتديت ان انا اخش في معارض واخش في اماكن كتيره جدا، كنت بحاول انفذ فيها الشغل بحيث ان شغلي ينزل في معارض ويتباع، لحد ما وصلت المرحله اللي انا نفذت معرض في دار الاوبرا المصريه، بس ما يعني هو في مكانه وخلاني وصلت المكانه كويسه وبرستيج كويس، بس اللي جم يبتدوا ان هم يهتموا بالموضوع لقيتهم اهتموا بيه بصوره تانية خالص، ما لقيتش فيه الاهتمام اللي انا
عايز اوصل ان عمليه النحت دي بتسعد كل طالب كفيف، ان هي بتعوضه حاجه كان مفقوده منه، فبالتالي اكتسبها. فدي اكتر حاجه ممكن حضرتك تتخيليها، ان هي طبعا ترسم ابتسامه على وجه من فقد البصر او من عان بالاعاقه دي. انا واحد من الناس، في حاجات كتير ما كنتش قادر ان انا اتفحص شكلها او اجمع المعلومات بتاعتها او تفاصيلها، غير بتشين الاسواني لما قعدت اشتغلت عليها. طيب هل انت بتجسدت شخصيات، مثلا شخصيات عامه، مشاهير؟ في كتير. في ابسط شيء ان احنا عندنا اليوم العالمي للويس برايل اللي بتقيمه مكتبه اسكندريه كل سنه، وبتبقى مراعيه ان هو ده يتم. بننفذ الشكل بتاع لويس برايل، الاسكندر الاكبر، شكل ابو الهول، كده عظيم. ما يشابه للمجسمات دي. طبعا في الفن التجريدي، دي بتبقى عباره عن اشكال فنيه جميله بتتحط في ديكور بيت، ديكور معرض. فطبعا دي بتبقى شكلها حلو جدا، بس هو مش فاهم، مش مفهوم الشكل ايه، فهو ده بيتسمى الفن التجريدي. فخورين بيك يا محمد طبعا، وبنتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا للفنان محمد السويسي.